لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Oui, effectivement, une des raisons pour laquelle je suis venu. في الحقيقة سبب مجيئي إلى المملكة العربية السعودية هو أن أعيش أجواء دينية والقرب من الله في مكة والمدينة وتأدية فريضة الحج، حيث أن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لي ولعائلتي، ولهذا السبب أنا هنا اليوم. إنه أمر لا يصدق أن تتاح لي الفرصة لتأدية فريضة الحج لهذا العام. الحمد لله أن يسر الله لي تأدية هذه الفريضة في بيته الحرام. أنا سعيد جدا كونها فريضة يجب تأديتها مرة واحدة على الأقل في حياتنا كمسلمين، ولذلك حرصت على القدوم هنا. وجودي اليوم هنا شعور لا يمكن وصفه. إنه أمر لا يصدق أن ترى الملايين من الحجاج يسيرون على خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون فقد مشيت من عرفات ومزدلفة إلى الجمرات بواقع أكثر من 20 كيلومتر سيرا على الأقدام بين جمع من الحجاج، وكنت أخلد إلى النوم بين الحجاج في أجواء جميلة جدا. كان منظرا سعيدا جدا يشرح وحدة تضامن الإسلام، حيث نتشارك ونوزع الماء بيننا، وأيضا رأينا شخصا على كرسي متحرك فقمنا بمساعدته وبدفعه وإيصاله إلى مشعر مزدلفة. وبالنسبة لي هذا معنى الإسلام، وأنا سعيد جدا اليوم هنا. في الواقع عندما أتيت هنا فوجئت بالتنظيم الرائع، تنظيم موسم الحج لهذا العام. رأينا كل شيء منظم بشكل دقيق ورائع، جميع الحجاج يسيرون على نفس الوتيرة، كل شيء موفر للحجاج وهم يسيرون مرددين التلبية، وحولهم الشرطة وأمن الحج متاحين لخدمتهم بشكل كامل. رأيت كثير من المواد الإغاثية والخدمات المقدمة للحجاج بشكل منظم ومرتب جدا، وكنت أتفكر كيف أنه من الصعب جدا القدرة على تنظيم الملايين من الأشخاص الذين قدموا لتأدية فريضة الحج، لكن الحمد لله على التسهيلات والخدمات كانت متوفرة، الماء والغذاء متوفر في كل لحظة وعلى مدار الساعة. أتعلم أنه في طريقنا بين عرفات ومزدلفة حتى الجمرات كان هناك كثير من الشاحنات التي تقول الماء والغذاء لتوزيعها على الحجاج. الحمد لله هذا فضل الله أن سهل الكادر البشري لخدمة ضيوفه وتنظيم هذا الموسم، وأنا محظوظ جدا أن كنت أحد ضيوف الرحمة. كما تعلم أداء الحج كان سهلا جدا بالنسبة لي لأني مسلم ولله الحمد، وأعيش في بلد نسمع فيه الأذان ونستطيع الصلاة في أي وقت، في بلد يهتم بالإسلام قبل كل شيء. في حديثي عن المملكة لقد رأيت تقدما رهيبا، حيث أنها تستضيف أكبر وأضخم الأحداث، وقد أخبرت أصدقائي عن سعادة الشعب السعودي ومحبتهم لبلدهم، وهذا شيء نادر أن ترى محبة الشعب لقيادته وبلده بهذا الشكل الكبير ويفخر ببلده دائما. هذا ما قمت بملاحظته هنا، وإنه أمر رائع جدا، وأتمنى أن تستمر المملكة بهذا الشكل دائما. وشكرا على كل شيء، وعيد سعيد